إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عشر كوحو كبلا يا كتابك العربية بين يديك جزء صدحات حاشد اللبي اللباتا. ثانيا، قيب طلبات المفردات وإريو وتعبيرات إيه هذا الله معنى السمينية. تدريب واحد ليلس كوبات هاتي كسوقات من ككين من النص هذا الكي العبارات المطلوبة هذا الذي لدوني بعد كك أنت واحد عبارة هذا بمعنى قراءة قواه ونسره، هذا المعنى يسويهاي قواه وحوشي ونسره وقرقاري أوكل، ويعني هذا الكي هو ركوت ارتوال لقيه ليا هذا الشيء جيا إن الله هو قرقاري نبيك أو قولي. عبارة هذا بمعنى ينتظر، هذا المعنى يزيا ينتظرون وحي سوغيان الفرصة كان سبي سوغيان للقضاء عليه ساء أي أغا تخلصان أما يدلان، هذا المعنى يزيا هي كأك. عبارة هذا الكلام صوصار أو بمعنى وشيدو يسيتهاي اتبع ما جاء به القرآن وهو راعي قرآنك وحي أوكيني إيه وناكسنا في كل أموره أرمي سؤال رمضة قرآنك يعني كل قمي. أربعة، واحد كانت عبارة بمعنى حرب بين الرسول والكفار، هذا الشيء هي إن دقال الأحمري رسولك يقارض. تدريب ثاني، ليلة سكالباد سل واحد اسكوح دا بين كل كلمة بين كل كلمتين لبا إرأي أول با اسكوح أو تأتي ياري مع وضع الصعودة أو دبعنا إسراعية واستعملهما أو ديكسو أو دبعنا أضوه واحد قدرتها في جملة مفيدة جملة فائدة لدبعنا قدر إرياد واحد كمدة يعود با كمدة وصوب وقرية ويا واحد قدرتها المرضى تتكبك وحاقا كلاكو قرن خاتم باكو حكتا وخاتم النبوة الخاتم الرسل عن راهضو وكي رسوش ودن بينا محمد عليه الصلاة والسلام. هل كان واحد قرم بيعته وهشيسة مالك واحد لنا يا بيعته العقبة حقا عقبة كقرن هشيسة عقبة كدعي النبي الله عليه الصلاة والسلام لمن كيرهير مدينة انصار مالك دم الله مقعبحي قد دعبه هل كان كقرن مالك قد دعبه واحد لنا يا خلوته بالقدرية نبي قوحو كالتشري gaari gaar u joogiyo gooridu u joogu u cibaadeysanayay markii wax uu ku soo dagay waqtigoon gaarintu jaray buu ku soo noqday gurigi rahmatun baalka ku qoran hagaana lil caalamin rahmatun lil caalamin buu deenbigu waha naxaris buu adduunaha iyo makhluuqaba waha yaghdabu ayalka ku qoran wuxuu u caloonay lillaahi ilaahay daraadi baa loonay xagga kale ku qoran yarhamu baa halkana ku qoran waxa lagu daray halka ku qoran aad duafa dadka tamarta yar ama dadka jilicda san اللي تأيون حريصني. تدريب ثالث، والله ليس كصدحات سل بين كل كلمتين وهذا سكوح حريص هذا حريق سكوح حدا لبا إرأي أو ولبا أو متضادتين مع أنه يسكت سهر تيدو أو لبا ذن قيبات أي خانوات كخلق قرن الخير بحال كاكو قرن أو وناجا الشر بحال كسو تيهر تيدو حمانا الدنيا الدنيا ده يكون والله بحال كاكو قرن وحاجة سهر تيدو على آخرة أو حاجة دمك قرن السر وح قرصودي أيها هلك كقرن الجهر وح بريره عضانا أي حاجة دم كقرن تهزك سهور جيدة الضعفاء بهلك قرن دتك ثمر تدرن إتالك درن الأغوياء دتك حوق بضم حاجة كقرن أما يعني المولد رلاشو يا هلك كقرن حاجة خلنا وح كقرن الوفاة وجريدة أي هلك كقرن الروح بهلك قرن روح وواحد شركة كتيرو كنول يهاي الجسد بحالك أكو قرن أو كسهور جيدة أسفل حق هوسا أكو قرن أعلى حق سرنين عنك لأكو قرن تاي ظاهرة وحموغضة خفية مدغرسون أي حق كلاكو قرن
خاتم يعني كيو دنبيه اي حاجة اكو قرن واحد دبيدنا حاجة كلاكو قرن اول او كيو هريه بحاجة كلاكو قرن السعود او كوريتان ميلا فول ايو اي حاجة اكو قرن حاجة دمو حاجة قرن النزول او كسو دقي دي تبدأ الاريه داسي واريه داسي سوهر جيده احريق اللي اسمو حريو الوحدة الثانية وقيبت اللبات الضباء يوم مال وي أي كهل ليس كصابس في حياة الناشئين إن ير أما المير أو كورية أو دائر أو قف نصرنا يوم نرش السيد أماريو أنما مر مال كستا إن ودق من اللدون يو مال تيس يعني واللوجة شيءه مال كستا واجو بريو واجو دلعو سيد ودق من هاي المهاير ما قبل القراءة يعني أنت كهرس أخرسك وحولي هناك هلك واحد ترى يعني واحد كتيرة دينت إسلام كأنا لش قفك مسلم كأبا أدعية دعوي مأثورة لجسور فري نبي عليه الصلاة والسلام لجك يا نبي ترى أو يدعو وكدع عيسان بها أريد المسلم قفك مسلم كيه في مواقف الحياة مواقف الحياة جوابها يحلي هذا نرش وقفه مريو المختلفة إكل الدول ما الدعاء هذا ما حيته الدعاء التي تقوله الدعاء على أورانا يسوع في كل موقف مالك استيحل كستو تشوكتو دعاء على أورانا يسوع ما حي أو كم إذا من المواقف مالها أي جوابها أي جورها التالية تسوس عطينا لش هذا كشرته وعكم إذا واحد عند الاستيقاظ مركا توسطه وحل كم إذا نرشا مركز تو توسطه يعني مركز تو توسطه وحل نرشا هذا كم ترسن لأن حاد كده عايزين يسابون اثنين عند دخولي عند خروجك من الحمام فقط حمام كقصوا بحضه وحل كم إذا نرشا هذا أو كشرة محاد كده عايزين يساب ثلاثة عند خروجك من المسجد مركز مساجد كبح يسوا ووقت كم إذا نرشا محاد يدنا كده عايزين يساب فكر بالكفر سو أو كفكر في الإجابة إذا كجوابته عن هذه الأسئلة سؤالها سؤال هو محي واحد ما أفضل شيء ومحي شيء يقولون أكسن تبدو أتكب بالعبيسو به شيء يومك مارين تارا أدنو شيء بعد الصلاة مركز الصلاة الصبح مثلا تكتكت اثنين أيهما أفضل لبدا كيبا ونأكسن الصلاة في المسجد هذا المسجد كنت تكتو مع الجماعة جماعنا قال تكتو أم وحدك إن كل لا تكتو oo tulbay tuguri ku tugata keeba khayr badan ama ajir badan limada ka khayr ka badan muxuu ku khayr badnaaday yoomun hadaba nolol fi hayatin naashiin qof koray oo daayar noloshiisa maalin kamida yaani oo noloshiisa ku dhax jirta yaani waa maalin kasta marka waahid ida bazaga marku dilaaco fajr yoomin maalin waa barigeed marku dilaaco waageed jadiidan cusub ee waagu bariyo في حياتنا ناشي كم إذا قف كدادة ير نلوشيس المسلم مسلم كاه بعد أن يستيقظ مركو برارغو توسد بديد مركو توسد بعد أن يستيقظ مركو توسد كدب بالدعاء المشهورة يدعو وحكود عيستا قف كايري بعد أن يستيقظ مركو برارغو كدب وحكود عيستا بالدعاء بريادة المشهوري عن كأيها ليقان وهم حياة الحمد لله إله باب مهله الذي أحيانا الله نسون ولي بعد ما أماتنا أنتم ندري كذب يعني جيردي يريد أو مثلا هردد نسوت وسيب مركام عنه وصعدا أو جيردا وحلوه كذا يعني تي هردد تيد ما شاء الله هيد ويرد معها واتي يريد الله نسون ولي أنتي أو ندري دبديد معناه دو حوي الله نسوت وسيب ويان أيام هذلك وإليه النشور إساق حقي سوء هذا صواب بحتانك يعني مركز الصواب بحنا إلهي سبحانه وتعالى بالهرتك دون قياما وإذا أراد هدو دون دخول مكان قضاء الحاجة إنو قلو قوبت حاجة لقو قتو سوريق مثلا أمام ميالام هدو دون إنو قلو هرت يدخل وحو قليا برجل لكتيسة علي إسراء بيد حدو كوه رئيسينيا ويدعو وحو كدو عيسا قبل الدخول انت آنو قلين وحو كدو عيسان ايا
ودعيسنيا فيقول وحورنا يا مركو دعيسنيا وحورنا يا مركو دعيسنيا اللهم إني إلهي أنوغ أعوذ بك أدقى وحن كاما جنجري من الخبث بان كاما جنجري يعني هو الشيطان لبان كاما جنجري يو الخبائث الشيطان لديك لبضبا لبتودة أذان كاما جنجري وأن دونيا إن أدقى بدباديسو أيو أرانا يا مركا وإنت بضن حمامك وحق قلاش يا دين بضن أي أدقى كرتا تبعنا رقية دمر بوهي أما لديك يلبوهي لي تبعنا حورنا إله كل لبي يكو لديك با لبتيس أذان كاما جنجري وكم إذا الشيادين وإذا خرج مركو كصوبحو أما صوبحينا يخرجوا صهر صار يا مركو هوري برجله لكتوسو صهر صار يا اليسرى بدح لا أيو مركو هوري صهر صار يا ويدعو حانو كدو عيسان يا وإذا يخرج مركو صوبحنا يخرجوا صهر صار يا برجله اليمنى لكتوسو مدك بصهر يسين يا مركو صوبحيو ويقول وحان أرانا يا غفرانك إلهي ودمدا أفكاغان كويدي سنة يا أيو مركا أرانا يا إلهي ودمدا أفكاغا أيان كويدي سنة يا أيو أرانا يا إلهي ودمدا أفكاغان كويدي سنة يا أيو أرانا يا ولا يستقبل القبلة حق قبلة أجيه تن ما أيو مركو حاجدي سيقودون أيو ولا يستدبرها حق الدمان أمتشيه دين أيو وكمسي تشيه سنة يا قبلة وقت قضاء الحاجة مركو دنتي سيمرات كيس جودني وكاردا أفرديو إن إذا كان في الفضاء هذو ميل بنان شوغو ويان ميل بنان وامركو شوغو لقوله صلى الله عليه وسلم النبي قايري إذا أتيتم مركها تكتان الغائدة مركها تكتان ميل جودن غائدكو وحويان أف عربي ميش جودن إيقفو كاردا كل قبضو أيار الغائد مركا هو يعني هذا الصحراء بحضان كاردي هذا ضو بحضان فلا تستقبلوها أوتي تنينا القبلة قبلها أوتي تنينا ولا تستدبروها هناك سوتي تنينا حق دم أوتي تنينا وقت غضاء ولا تستدبروها ولكن شرقوا حق بري أوتي تدا عدد صباح أو غربوا أما حق قلب هذا عدد أوتي تدا لبضع لنعمدهم يحرسوا حكود دارا الناشي وقف دارا يري على تجنب النجاسات إنه نجاسون كخرد يراضون نجاس أنيسو قارين حتى لا تصيب سأنا أقارن ثيابه دركيسة أو جسمه تركيسة سأنا أقارن لقوله صلى الله عليه وسلم نبي قايري تنزه إسك إلاري وإسك دورة من البول كهذا إسك دورة فإن عامة عذاب القبر عذاب القبر إنتي سبضني من البول كهذا دكي مادا ثم يتوضو وويسي سنيا الناشي وقفك دادا يرى وويسي سنيا ويقول وحن ورنيا بعد أن ينتهي مركو دمية دبديد من الوضوء ويسيد مركو دمية أشهد وحن مرخاتي فريا وأن مرخاتكاه ألا إله إلا الله إلهي مينان إله كلي تربان مرخاتكاه وحده كلدي لا شريك له عد إله نمد له ذاك تانا مجرته هي عبادة منا وأشهد وحن قرر مرخاتكاه أن محمدا النبي محمد عبده أدون كيسيه والرسول رسول الله أنه يهبى مرخاتكاه اللهم اجعلني إله واحد يدك تا من التوابين إله وقدك كو أذيك كو صور نقضي التوبت كينا واجعلني واحد يدك تا من المتطهرين كو طهارة قادنا إسكر نديفنا نجاسات كنا يقدك قلبي قدرنا نديفنا التنين وإذا استيقظ قبل الفجر هدو واقع كهرب توصو مركز هو هدو وابرق توصو مركز واقع بريه بيتازي حيد هدبه هدو وابرق كهر رأيه فإنه يسلي وحد تكن يا بضع ركعات دور ركعدود بو توكنيا تهجدا لله تعالى اسغو الهي تهجد او توكنيا او وا صلاه كاستو او هبينيما لا توكدو marku qof inta seexdo soo tooso aya tahajjud la tahajjudan lillahi ta'ala isagoo ilahay u sarakaya oo ilahay u taagan ayu ragacada tukanaya wayutir waxaanu ka dhigaya wutribu raaciya tres dheer oo ragacad buu dheereysinaya salaada habeenkii u tukanayo وإذا طلع هدو هرأ وتكذين لكن وترجعين تانو سياحن وتر ما صماين أيوه والله هو وتر ما كنا هبين كليه وإذا طلع الفجر هدو واجو بستلا عنا أدا وح تكذا سنة الفجر صلاة الصبح
وابرغ سنهيس وابرغ سنهيس وحو تكن يا وابرغ سنهيس يعني وابرغ سنها كبيغان ركعتين لبركع عود بو تكنيا او تليهما لبدا وخا كسيخيغا او كدنبيا صلاه الفجر صلاه الصبح ويحرس وحو كدلاليا قفك يعني دنيلد مسلم كي قف وليبا على ادائها انو صلاه دا كتكدو جماعه انو جمع كلا قيب غلو في مسجد الحي مساجد حافديسه كو يالا انو كتكدو جمع او كغا قيب غلو فهي صلاه دا جمع او كتكدو با افضل كوناغسن واحب الى الله تعالى الهي جعليه قال صلى الله عليه وسلم رسولك وحو يري صلاه الجماعه صلاه دا قف كتكدو جمع اي ودرت لا تكدو اي افضل كوناغسن او كفضل بدن من صلاة الفذ صلاة قف قولي اتكدو بسبع وعشرين درجة تطبيع لباتن درجة اي دير تاي ويقولوا حرنا يقفك مسلم كأهداء دير يقودها متوليبا بعد صلاة الفجر صلاة صبح مركو اتكدد بديد لا اله الا الله الهي مو يألك لمجرو وحده الهي واكلدي اله نمد والقار عبادتنا والقار لا شريك له الهي عيد اللمالها اله نمد عبادتنا عيد اللمالها له الملك isaga boqortooyo iska leh caalamkan isaga ilaahay iska leh milkiyo maamulba isaga leh waanka walahul hamdu mahadna ilaahay baare wuu ilaahay ala kulli shay wax walo uu doonada qadiirun uu karaabo oranaya 10 marra 10 goor buu ku celinaya iimaankiisi ay ku dhawaaqay way qul wuxuu oranaya aydan hadana ya ma sido oo kale allahumma ajirni ilaahu iga nabadgeli minan naari naarta ilaahu iga badbaadi oo iga nabadgeli سبع مرات تطبق وربصرني اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار ويسبحه وهو أمان يا إلهي بعد كل صلاة صلاة كستد بديد ثلاثا وثلاثين صدح يصدق قرب إلهي أمان يا سبحان الله إله يعني أمان له ويا أمان له ويحمد الله إلهي بأم هذنق يا ثلاثا وثلاثين صدح يصدق روحني الحمد لله إله بأم هذا نعمونك بحيل سوكو بكرين ويكبره وينين يا ثلاثا وثلاثين صدح صد قرنا إلهي ونحن الله أكبر إلهي باوين ويقولوا حرنا يا لا إله إلا الله إلهي مو يألك لمشرب حرنا يا تمام المئة بقولك كب حرنا يا صدح يصد خاص صدح القرى سقال يا سقاشنا مرحبا مي حرنا لا إله إلا الله إلهي مو يألك لمشرب بقولك مركب حرنا يا ويقرأ وح آخر يا مركو أنت هذه كرجاء آخر يا آية الكرسي آية الكرسي قال أبو آخر يا والإخلاص قل هو الله نو آخر يا والمعوذتين والمعوذتين وآخرية قل أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الناس نور راعنيا ثلاثة وبعد هذا انتهى انتو أخريي دبدي سرادي ساوتو كذي ساو أخريي يبدأ وحو بلابيا يومه مالنتي سوحو قب بلابيا هل قاسو كسي وضيا بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم انو أخريي انتي وفضوضاتي وووذي كرو القرآن كشرفت بضان كمي ده وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحو يري خيركم قفك إذن كونا قسني من واقفك تعلم القرآن قرآن كبرته إساقو برته وعلمه ضدك نبره لبعدنا قرآن كأنتي وأخري كرو أيوك أخري يا وقال وحو نبي كلول عليه الصلاة والسلام اقرأوا أخري القرآن قرآنك فإنه قرآنك يأتيه يمادا يوم القيامة ما لنت قيامها شفيع لساقو إرقيني لأصحابه ضدكيسي أخري يشري أي أرنيا أي نبي عليه الصلاة والسلام تبدو وأنا أخريا اللهم اجعلنا من أصحاب القرآن أفر ثم إذا تيسر حتى أدبي رات الله إسقى أو أي أسور تكش وقت كاف وقت كفلا هدوه له فإنه إسقى يمارس وحو صمينا بعض التمارين قيب كم إذا تشمع السيادة الرياضية حق عيارها الهادفة وكيدة وكلية معنى له وما هيسك عياره عيار وكيدة وكلية وشركة وكلية ومعنى صمينا وعافماتك وكل سيء لا إيمان يا هذا أسر تكشوا أنك إذا يرى يجود هم بقف في مسلم كهائن ولي ما هذا محمد محو هذا بعيار تأوص ما ينيا لكي يقوي سوء حوتي وأتكيه جسمه تركيز أو ترك يعني لست بوبهين لقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي قايلي أو حديث بينك قاعدة إن تها المؤمن القوي مؤمن كحق بدن تركيز أدقي هاي أدسني هاي بقى خير كون عزن وحب إلى الله إلى هاي كتش علي هاي من المؤمن قفك مؤمن كأضعيف التارت إيا تمرت الدرن خمسة وإذا خرج الناشو قفك كوريا هدو كبحو من بيتي قريس مركو كبحيو يقول وحورانا يا
بسم الله ما جعل إلهي بان كبحية توكلت على الله إلهي بان سكوه اللي وآن هوس قلي شر أورم بان إلهي بان كم جنجلي إلهي بان سكوه اللي لا حول ولا قوة أود يتعال مدن مليه إلا بالله أود إلهي إسي أود إلهي أو إلى لسمو يعني أود أن سكوه اللي يتعال سكوه اللي من أنا جمله بورنيم مركو بحية اللهم إني أعوذ بك إلهي وحنا ذيك كام جنجلي من أن أضل إن حق كلمه أنا أو أضل أما حق الله يقلميه أو أزل إن سنبري رحوه حق كسبته أو أزل أمل ليسيبه ولا سنبري رحيه أو مدخل أيوك سواه نقطه أو أظلم إن قردر أنا قسمي أو مدعنك قردر هذا أو أظلم أنا ما أنا قردر الله يقسميه أو أمس أجهل إن جاهل نما يدق الحمى كقعه أو يجهل علي أما أنا جاهل نما يدق الحمى لا يقسميه أو مد إن أنا أيها النبض قال أنا أن كان نبض قاله أيان له كوي ديستي ina haqa kalumana waan ka magan galay in la iga lumiyana waan ka magan galay wa fi dariiqi marku wadada socdo ila amaliisa oo shaqadiisa u socdo oo madrasati ama haduu madrasada u socdo haduu arday yahay ama uu shaqo tagay qof yuraaci wuxuu ilaalinaya aadaba dariiqi aadabti iyo asluubka wadada lagu maray islaamku farayo waxa kamid ka ifshaay salaam inuu salaamta faafi cid ka soo horbaxda assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilaado waxa sinna kalaam إنه سد في عون الله هذلو مع الناس يددك والأمر بالمعروف إنه وحو ونأسان ددك فرو والنهي عن المنكر إنه وحو نؤديده وحو ونأسان ددك قلت لي وحو نؤديده ددك أديده أنت أوديسا وغض البصر إنها إنه الله أبوه وحي حرامتها أنه يجن والنحو ذلك وحا يوحي لها المعرى إلا مدع يومنا يجي إسلام كفر أيو وضمرست الحليلة إنه لي ماتوا وفي مدرسة مركم واللح يعني ستة وفي مدرستي مركم مدرسة دحشوه أو عمله أما الشقدي سبوا دحشوه أو جاره يحرص وحكود ذلك على تقوى الله تعالى إلهي عبسي سكود ذلك ومصاحبة الأتقياء وحكلو كود ذلك إن الله صاحب ذلك إلهي كبغضة على خياري أو ناكسن يا خير كبضن والجد إنه كود ذلك في العمل الشقدي سنو آد كود ذلك أم وحبر شهر أو الدراسة أم وحبر شهر هذو شقها يعني شقها وين أذ جودة دالة هذو وحبر شكو كتير وحبر شدو وين كودة دالة أو وقت وانا أحسن كبحية أو فكر وانا أحسن قرية والمحافظة على الصلاة ين وصلاة إلى لي كودة دالية وضبط النفس إنه نفسي سقمن كرو عند الغضب هذو عراضة وين نفتي سقمن كرو أو نفتي س عراضة وين كردك على ما هذو عراضة وين مركها قبتها نفط والصدق وين رون شجع أو رون كردك ما والإخلاص دا عدم يخيان الآن في معاملة زملائه مركو صاحب دي سلا رقميه وانو فرنا كل رقما إخلاص يدع عندما كل رقما بين الله وانا نقول خاين وانا نقول والناس يدد كجود هامبا مركو رقميه وقضاء حاجاتهم وانو مرادده ودن اوجود اوحي اوجودي كريه قفل بوحي وكتري كريه وانو كتر تاغيرا وان يحترم وانو حرمية او حشمية الكبير قف كوي ايساق كوي ويقدره وانو وينية وأن يرحمه وأن نحرس أصغير قف كير ويساعده وأن تاجره قف كير أو أكالمية سبعة ثم إذا عاد إلى البيت مركو يقول يا خطب خصوصا نقضه يحرسه حكود ذلك على أداء صلوات إنه سلادي كنت كذا جماعة جمع ويقول وحورنا يا وهو يسوق في طريق وطاد سيسعده للصلاة صلاة أنا خصي سعده اللهم اجعل في قلبي نورا إله قلبي يفتنك الدين تجلي وفي بصري نورا أرجعي عند هاي الدين تفتين كده جري وفي سمعي نورا دكتيد يوم مقل كي جنا افتين كدين تجري وعن يميني حاجة ميد دكتيدنا نورا إلهه افتين كدين تجري وعن يساري حاجة بيد حديدنا نورا إلهه افتين جري وافتين كده حاجة يعني كوا افتيني وفوق حاجة جسر نورا إلهه افتين جري وتحت حاجة جوصل نورا إلهه افتين يل وأمامي دش شيدا عفوا وأمامي هرتيدا نورا إلهه افتين يل وخلفي حقيقة ذنبه نورا إلهه افتين يل واجعل لي إلهه إيسامي نورا افتين حقه افتين قصواك حقه يا إسلام نبضا يا إيمانك ويدخلون المسجد مساعدك وحو قرينا يا مركو مساعدك سوقارو برجله اليمنى لكتي سميدكتا قائلا نساقوا أوليب أورانيا اللهم إلهيو إني آنوغ أسألوك وحنكو بريايا وانكو ويديسانيا من فضلك الدياق دادين أدو حيقا سيسو أيو أورانيا إن الدياق دادو حيقا سيسو أيان كويدي سنة يا أبو أرنيا
marku gelinayo lugta wuxu marku galay wuxu oranaya waxaan dhigrigeeyay bismillaah wuxu oranaya bismillaah magaca ilaahay baan ku galaya wa salaatu wa salaamu naxariisiyey nabadgelyo cala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam rasuulki ilaaha aha dushiisa ha ahaato oranaya allahumma aftah li ilaahu ifr oo ii balaq oo ii banay li aniga abwaaba raxmatika albaabada naxariisada ilaahu ifr bu oranaya wa marku soo galayo wa yakhruju wuxu saaraya marku baxayana birijil lisra lugtiisa bidix buu horbe saaraya misaalka marku ka baxayo marku soo galay tamidig buu soo horgeliyay marku baxayna tamid xubuu horbe saaraya qaalan wuxuu oranaya marka waa tan tani waa ta ku bixitaan allahumma allah yaa inni anugu asaluka waxan ku weydiisanaya min fadlika deeqdaada ballaaran wax kamida inaad isiisan ku weydiisanay tamaniya wayuaddi wuxuu qabanaya annashu qofkan koraya waajibaati xilal xilka uu leeyahay alyoomiyata ee xilka maalmeed ah shaqada maalintii uu leeyahay waajibaadku waa shaqada maalintii uu qabanayo fi waqtiga waa waqtiga shaqadaasi joogto waa waqtigeeda ku qabto haduu wax akhriyo xafidayo haduu wax ka shaqeynayo haduu shaqo qabanayo wax kasta xilligeedii cala ahsani wajin sida ugu wanaagsan waa inuu qabto waa tammi xaalin tilmaanta ugu dhamayska tiran atammi xaalin tilmaanta ugu dhamayska tiran ee suurtagal ah waa inuu qabto awooddiisi aqoontiisi bay gaarsantay oo aan waxba akhrinin taxta israaf wuxuu ku shaqeynayaa isagoo uu kormeerayo oo ilaalinayo wuxuu ku hoos jiraa taxta israaf ilaalinta hoosteeda israafi man inuu qof ilaaliyo yakburhu isaga ka weyn sinan xagga da-da waa inuu qof ka ilaalinaya shaqada uu qabanayo eegayo qof isaga ka weyn oo tababaraya oo markuu shaqo qabanayo markuu shaqeynayo waa in cid isaga ka weyni ay tababaraysa sidaa dhe halkaa ka hagaaji meesha la saxayo marka hore la tababarayo aanu isagu weli tababaranin ee u da-da yar yahay wa yasiidu ka badan calayhi isaga ka badan khibratan xagga waayo aragnimada wa macrifatan xagga aqoonta fi mawduuci alwaajibaat shaqooyinkaa xilkiisa ahe uu qabanayo arrimaha ku saabsan qof uga waayo aragsan ugana aqoon badani waa inuu hagayo oo uu tilmaamayo marka la tababarayo ilaa uu isagu noqonayo qof u tababartay aqoonteediina leh shaqada uu qabanayo loo dhiibayo xataa yucdiya ilaa uu siiyo annaashihu qofkan korayaa lisumalaahi saaxiibadiisa waa inuu siiyaa suuratan muuqaal iyo tilmaan saadiqatan run ah waa inuu ka bixiyaa ayuu ka bixinayaa can ilmuslimu qofka muslimka ah aljaadi ee dadaalaya almutqini ee sugaya ee wanaajinaya almutqini wanaajinaya maxay licamalihi shaqadiisa yacnii ninkaa da-da yar ee lagu tababarayo aqoonta aqoontana waa inuu si fiican oo muuqaal wanaagsan iyo tilmaan fiican ka bixiyo hadduu shaqaynayana waa in uu shaqada ugu fiican qabto iyada oo lagu tababarayo lagu ilaalinaya shaqada si uu shaqada wanaagsan ee uu qaban karo u qabto oo uu tilmaan wanaagsanna noqdo tilmaan wanaagsan waa inu noqdo oo markaa ummaddu ay ku dayato qofka muslimka si uu shaqaynaya da-da yar qaala nabiyu sal lay sl nabigu wuxuu yihi ina allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay idaa camila hadduu shaqeeyo axadukum idinkaydi ka mid hadduu qabto camalan shaqo an yutqinahu inuu wanaajiyo shaqada intii awooddiisa iyo taalkiisa tisca wayaxrisu wuxuu ku dadaalayaa annaashiu qofka koraya calaa cadami alikhaari inaanu aada u badsan min assahari soo jeedka waa inuu goor hore seexdo maxaa yeelay liannahu soo jeedku yaduru wuxuu dhibaa bisixati caafimaadka qofka nasala shala-aan baa imanaysa maskaxdii inaanay nasanin wayudiicu wuxuu lumiyaa albarakata barakada qofku uu helo allatii barakadaasu yantadiruha qofku uu ka sugayo almuslimu qofka muslimkii uu ka sugayo sabaaxa alyowmi aroorta maalinta ataali habeenkan ku xigta fii salaati alfajri salaada subax yacni barakada ku jirta inuu qofku tukado oo uu dikrigiina akhriyo oo uu kallaho barakaa ku jirta dee markaa barakadii si aanay uga yaraan waa inuu goorro seexdaa iyo wamaa yeliha wixii salaada ka dambeeya wa min adciyatin allabari iyo ducooyin ah iyo wa adkaarin xus ilaah iyo dikri ah ee uula iman lahaa faidaa dahaba markuu tago annaashihu qofka korayaa ilaa firaashii gogashiisa ee maanta dhow uu soo shaqaynayay waa berigii baynu ka bilownay ama ka horbaa u kacay dabeedna wuxuu ku soo noqday habeennimadii markuu gogasha tago naama wuxuu u seexdaa u jibsadaa calaa jambihi dhinaciisa alaymani ee midig wa yaqra'u wuxuu akhriyayaa markuu dhinaca dhigo aayat alkursiyi buu akhriyayaa aayat alkursiga uma suurat alikhlaas qul huwa allahu akhriyayaa waalmucawadatayn haddana qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas buu akhriyayaa uma yadcuu ilaahay buu baryayaa haddana oo muxuu ku ducaysanayaa ducadan allaahumma ilaahayow
ربي يا ربي الله يجيو بك أديك أن وضعت جنبي لنا عايقر لك كل شيء يو أوداده يو نعم هذا الآن كل شيء لنا وبك أرفعه أديك سبب هذا أيام كسو قاضي أوداده هذا يعني وحن كتوسي كره هذا دقو توسو وين يعني وقف كتوسي كره إن أمسكت هذا قبته نفسي نفتي إذا وأسود يوم ويدور دمته فاغفر لها إله ودم دافوان قاتشي بصدي ده ساقو تقط وين أرسلت هذا سود يسوء أدمر لبعض يسوء توستنا فاحفظها إلهي وإلالي بما تحفظ واحد كل على سبه شيء عبادك الصالحين الدوم ماذا دو ناقصا واحد كل على السوء إله كل إلالي يعني حفظ جاجا أي أرنية حفظ جاجا كل على السوء إله كل إلالي أي أرنية عشرة وهكذا سلاسو يقضي كل ما يستا أن شو قفك سكر يا يوم المالين برد ما يستمر كا بل أياما ما وحد ما يستمر الموسى كل ما يستا مملوءة لجب وحي بالهدي هنونك النبوي النبي عليه الصلاة والسلام وضدك بري ومملوءة مال مال لجب وحي بالخير وناك والبر يسمى فل وبسعادة الليبان يفرح عليه وحقوطة الليبان قفك يرد لفتيس يو على الناس ذاتك جميعهم لما تودب يعني قف ير أو كوريا أو وانا يخير كشف لينا يا ومضنا وأوطن استقل فيه سنا وأوطن دل كورنا وأوطن حسن أبو غدة إنك لا باع عوان كان قري مجلة الأسرة مجلة الله إلى هذا يعني شريد قيس كهذا شا أيك قري بتصرف وحنا ولا غير بدلي استقل لكن أنت بدن عوان كان قري استيعاب وحوي المعنيين لكوبو تدريب واحد وليلس كوبات ضع علامة الصواب علامة الصحدق أو خطأ أما علامة قلت كسار ثم صحح الخطأ أو يحيي قلت أدوك الصح ألغن هو محيي الجمل هل كان جملوين باكو قرن ويحيي صحة واتصحي ويحيي قلت أدوك قلدي الصواب هل كان نصر ويحيي صحة ويحيي أدوك هل كان صحة أدوك قريدونه واحد وحوي الرئي أول شيء يفعله المسلم شيء أهرئي وقبنا يوقفك مسلمك بعد أن يستيقظ مركو صوته سد بديد هو وحويا شيء قص الصلاة ويا تازوا غلط وحويا هرت ذكر جيس وتوسي دا كهرية هذو حمام كلي أذكرتي ما كهريسا ويسا كهريسا أدال إدم أرهم بدل ما كهرية اثنين دخول الحمام حمام كجليتان كيس يكون وحنا قضاء بالرجل اليسرى قف مركو حمام جليه وحكوه ريسين لقطة بدح تازوا صح ثلاثة تستدبروا القبلة قبلة هذا حاجة دم بدو تشيدين عند قضاء الحاجة هذه الحاجة هذا تقولين يسوا وأنا حاجة دم بدو تشيدها قبلة taas waa qalad hadii aad meel banaan fadhido meel banaan aad fadhido xamaam ahayn waxaad u jeedinaysaa ama xaga bari ama xaga galbeed u jeedinaysaa oo qiblada kuna jeedinaysaa kana jeedinaysaa arbaa mumarasatu riyada in qofku ciyaaro sameeyo waajibtu waa ku waajib ala naashi qofka daadayad waajib ma aha way fiican tahay waqti u helo khamsa min adab at-tariq wa hakamida qad al-basr in qofku indhiisa laabo waanu xayaaba haaramta eegin waa kamid sita yahrisu naashu wuxuu ku dadaalaya qofka koraya calal iksaari inuu batsado min sahri soo jeedka inuu badan soo jeedo taasina waa qalad sabaa annawm ala albatn inuu qofku beerka u seexdo beerka inuu u seexdaa min sunnati sunnaha nabiga kamid tahay taasina waa qalad sunnaha nabiga inuu qofku in aamidig u seexdo tadrib tani leeliska labaad waaim isku hagaaji وائم يعني وحويان وانا اسكوها بونادان الدعاء بريادة كترته في ألف قيبت ألف كاب دعاء كترته يو الوقت وقتك المناسب كوها بون له دعاء في بقى كتره دعاء هل كان كقرن حق انه وقت بقى كقرن تبادنا اسلا الدونو دعاء دو حكو تحانتها قيبت ألف بقى دو حكو تحانتها محي وقتنا قيبت بقى وحا كمدار ألف الحمد لله إله با محل الذي أله أحيانا نوليه بعد ما أماتنا أنتو ندريد وإليه النشور إستقانا مركا لصوبة حيال حقيس الله بحضونا ما أنت قيامة مركا تاسوا الدعو وحا مركا الأوران يا هلقيكوها بونتا يتأضم بإستحادة أفرسو عند الاستيقاذي من النوم وقفوا بركو صوت وصدع على أخرية اثنين اللهم إله يو إني أنا أعوذ بك وحا كاما قنقري من الخبث شياطين تلب لبكاء والخبائث كوة ندكاء هل كان نوحا الأورنية قورما
عند دخول الحمام هلك زايد كو قرانته مركو زوليغا غليو تا اخريا ثلاثه اللهم اجعلني من التوابين الهو غا دي كو توبت كين اي او سو نوقدا حق واجعلني من المتطهرين كو استاهرين الهو ايغا ديك واحد ماركا كو دليسا او اد وقت اخريا وا مخاي واوغا بعد الوضوء ويسد كدي باتنا الاخريا اربعه اللهم اجرني من النار الهو نار تيغا نبت غلي تنا وا غورما وهذا ايق بعد صلاه الفجر صلاة الصبح كدي بالاخريا تتبقر خمسة بسم الله توكلت على الله الهي با اسكو هلي الهي ايان اسكو هلي او ان تلا سارتي لا حول ولا قوه اودي اي تال انغو ميدنا ملي الا بالله اودي الله الى ليس او مويان وهاتنا الاخريا وفيرسو وها وي دالك ايق عند الخروج من البيت مرقف غوري كبخايو ستة اللهم اجعل في قلبي نورا إله قلبي نور كإسلام كجري إيمان تنا قول ما الأخرى جيم كأج في الطريق إلى الصلاة مركو صلاة أوصي صعدو اللهم افتح لي إله إفر أبواه رحمتك الباب هذا نحريز تار تاسنا وقول ما ألف كأج عند دخول المسجد مركو مساك الجري ساسي سجوها بوينهن استيعاب تنا ومعنه أول فهم سجود ومفردات إيه أري أري لقها الله يو وتعبيرات إيه هذا المعنى له أول صميني أولا واحد وراء الاستيعاب معناها قرأت مركو للا فهمه تدريب واحد ليس كوبات هاتي واحد كسوقات من النس النسك الحديث حديث كسوقات الذي حديث يؤدي يعني بحنية أما الشيقية معنى ما يلي واحد صوص عضا معناها حديث باش شيقية هذا كان على قول شيقية هذا الكاسوح عن بارسيها حديث أين صومرني معناه هذا ما حديث كي كان هذا واحد قرن الله اولا اما واحد الله الهي هو اسق والهي الذي هو الله يحيي وحد نوليه ويميت وحنا دلا والهي واليه نعود اسغان كن نكون دونا قيامه هلكا ما حنا او قرنا واتي مره سو توسا لهيد الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور حديث كاسي اسم معنيه هلكا نا واخا كقرن اثنين يجب وحا واجب الله نعطي ظهورنا inay naansiin dabarkeena wala wajuhana wajiyadana inay naansiin oo inaan ku hagaajin ku toosinin una jeedin qiblada qiblada inda qadaa'il haajati marka aynu ku tukaneyno marka aynu gudayno haajada fil khalaay midalan hadii aynu ku tukaneyno meel banaan aynu saxara lagu gudanayo meel banaan aadaho inaan labada midna la oodanin ay inaan labada midna loo jeedin aya iyaduna muxuu aha ayaa ahayd xadiis macnihi oo nabigu kaleey salaatu wa salaam uu faray oo u lahaa ha u jeedinina xaga qiblada wajiga ha u jeedinina dhabarkana ha u jeedinina labada midnaba walaakin sharqu aw gharibu xadiiski aha ama waxaad u jeedataan xaga bari ama xaga galbeed waxay ahayd xadiisku لا تستقبلوا القبلة إذا أتيتم الغائب فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا الحديث كان معنى سوت الماما يا هذا الكاسنة ثلاثة يجب وحواجه أن نبتعد عن النجاسة إنه النجاسة كفوا قالوا كان حديث بات الماما يا أوحوها تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر من البول كاسي اسكئل عليها اسكئل نور النجاسة كي أهاوي كاسنة أربعة أن تصلي في جماعة إذا سمعك تكتو أي خير لك كاغو وناكسن من أن تصلي وحتى كانت كلي ذات تكتو وقاسن أوحى صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة حديث كأهبة المامية ستة المسلم القوي أفضل عند الله مسلم كحوق بضن أي كخير بضن يعني مسلم ككلي أن حوق بضنين حديث كأوحى المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف كاسو مركات المامية سبعة وحيدنا ويقوم بالعمل قبش قضى خير قيام قبش قضى وفي عن حتى يحبك الله إلى إلهك وتعالى هذا وطاوح وين يعني قم وسركع وامحي استوى جدا وسركع وكشقة يعني كشقين توفي عن وحديث بقى معنيه سؤالها إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه كاسو مركات الماما يا هذا الكاسنة تدريب ثاني ليس كلبات أجيب كالجواب باختصار السكوبا عما يلي وحا سو سوده ما اول دعاء وما حد دعاء او غريسا يبدا او كبلابيو به دعاء الناشو قف كوريا يومه مالنتيسا ودعاء الاستيقاظ كيتو سيده او غريسا
اتنين كيف يدخل المسلم مكان قضاء حاجة سيدو أقل يا قفك مسلم كي مركو ميشا وكو قدن ايو حاجة ديسا كادو وفريسان ايو وانو لقطة مدك لقطة بدح وانو هرقليا مركو حمام قليا وإذا اللهم إني أعوذك من الخبث والخبائث وكيف يخرج منه سيدو غصو بحيا وغصو بحيا لقطة بدح وانو سهريسيو لقطة مدك وانو سهريسيو مركو لقطة بدح وانو هرقليا مركو قلي لقطة مدك وانو سهريسيو أو هذا غفرانك كيف يدخل المسلم المسجد السيم مساجد كأقله وحقله يا لقطة مدك بهر جلنيا ورسولنا يا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وكيف يخرج سوق صباحا وأن الصهر صار لقطة بدح مركب مساجد كبحيه أو هذا اللهم إني أسألك من فضلك صار سوق صباحيا ماذا تسمى صلاة ماذا تسمى صلاة ما قبل الفجر صلاة كهر رئيسة وبرق محل هذا وتهجد قالوا إن أنت واجد اللعين هذو قفوا سيحدو صوتوا تهجد كمان قرنسا ما معنى الحديث وما هي حديثك وتشددس اقرأ القرآن قرآن كآخرية فإنه يأتي يوم القيامة وحمانا يا قرآنك ما أنت قيامها شفيعا سقوا يرجيني لأصحابي تدك آخرية أي دليله وبرئ ورنا إله يو ارجدوا ذيك أقبل أنا يا تعبير رفاض بدن سو مريء تذكرني ستم الهدف من التمارين وما هو تشدد اللي قلي هي جمعسيدة الرياضية عيارتها في الصباح أرورتي ومحي اللي تقوي الجسم ويان وأنا شركة أي حول جسمه وقف شركة صور اسمه يدي لك الدنيا ثلاثة سبعة أذكر ثلاثة من آداب الطريق واحد سيكتها ستح قضب أو كم دا آداب توض مريدة واحد كم إفشاء السلام با كم دا واحد قول كم دا الأمر بالعروف والنهي عن المنكر با كم دا واحد كم دا القض البصر هو سنوا كم دا ثمانية كيف يعطي الناشئ صورة صادقة لزملائه كيف سيداب يعطي أصينيا الناشئ قف كوريا دائري صورة صادقة مقال دبا ووناكسن ودين الإسلام كانت ترجمية لزملائه ساحب ديسا وامركو داوحي علمي مكسو الشاكين وردن وصومرو او شاقديس وناكسيو وايو نقونيا تلمان وناكسن وصمينين تسعة ماذا يقرأ محو آخرية من أراد أن ينام قفك الدونية إنه سيحرى محو أخرية ورطا آياتكو سيأخرية قل هو الله كحيقة معوضتين كسورة لبا سورة قل أعوذ برب الناس يقول أعوذ برب الفلق باك كحيقة إنت ها قرآن كأمرك أخريه حدنا قال لبارك لي أيو أخريه وحكم إذا اللهم ربي بك وضعت جنبي إلهي الله يقى أذيقى أهي أذيقى يا أودا ذي كرتادان كتشيف صديق نبارك نرعى كله وبك أرفعه أذيقى أودا ذان كسو قاضية إن أمسك النفس هذا النفط إذا قبضته وإساقه تقطه فاغفر لها إله ودم الداف وإن أرسلت هذا تودي سنة فحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين إله كحافظ وحد أدوم هذا دوما لكسن كحافظ دي أو بشرك كإلالي دم كإلالي وحول ما إله كقبض بادي تاسي أيد آخر يدعوين كعين كاسا على أي جنب ينبغي أن ينام الإنسان أن ينام الإنسان لنعاونا لكسن وقفك مسلم كأسيحضه لنا عميق تاو وناكسن وينبغي وأي وناكسن تح لأننا عقلنا والله وشي بسن كراهي لكن لنا عميق تاو وناكسن ثانيا المفردات وإريو والتعبيرات هذا العبر أيو لصمين أيو مارك مد عرسة هي مد كلا والله عبر أيو تدريب واحد وليس كوبادي إملاء واحد بوحساء الفراغات ميراها بنان بالكلمات أريو كبوحي المدادة كسهور تيدة في المعنى معناها يكدس هورتي دور اسكو معناهين لما تحته خط وها حريق فوس قرية هاي اما كلمة دا حريق على هوس دي كلمة دي كسهورتي دي ماشي بنان كبوح مال با بنان كلمة دا حريق با مرسم كلمة دا حريق على هوس دي فمعنى هيدا كسهورتي دا ماشي بنان قلي واحد وحوية يهتم وحو كود دارا الناشي وقف كوريا المسلم وقص مسلم كاهي بكل جديد وحكا استقع عصب oo dayib wanaagsan uu ku dadaala walaa yasalu mana waydiyo aril qadiim wixii hore asay ee xuma ma waydiyo marka ay u fiirso walaa yasalu an albu ku qore asay inta soo qore hadaba halka banaan jadiid baa la hoos dhigay ee khadka jadiid maxaa ka soo horjeeda qadiim baa ka soo horjeeda halka al qadiim marka galaysa أقول لهم حقول وإذا مرك من البيت جريجة أو دخل وقرأ إليه جريجة
سلم ها سلام على أهله دتكيس ها سلام حضبا دخل وح الله خاص لجي حريق دخل محاك سور كيدا خرج باك سور كيدا خرج ده هلك برنان جري وحتى وإذا خرج مركو كبحيو من البيت جوريجا أو أمد دخل إليه جوريجا وسوق ليه سلم على أهله أهلك سلام الله قربها سلام مركو كسي تجيو يا مركو إيمانا يلا بدو قف مسلم كاي ثلاثة وإذا دخلها طوق قلو مركو جليو مكان قضاء الحاجة ماشى أمورات كيس كوكو مسنايو مثلا كادو فري سنايو دخلوا وحو جلنا يا برجلي لوكتي سبو كويري وخرج وحو قصو صار يا وصهر صار يا برجلي اليمنى لوكتي سميديك هلك حريق على دقي واليمنى برجلي هلك خطم بيسنا ولا بني مركا اليمنى محا اليسرى عكس كده أما ديت كده مركا واحد عنا يسار دخله وحو قلنا يا برجل يسرى لقطة بيحبه ورجلنا يا حمامك وخرج وحو قصو صار يا برجل اليمنى أبوه صهر صار يا مركو صوب حيانا ميدك تسوه ريسينيا أربعة ويجب وحواتبة الله إنانو القبلة تقبلة أو يستدبرها أما إنانو جيتن ولكن يشرقوا حق بريها إيغو أو أما مركا حطبا يستدبرها وحاوسي الحريق halka uu yajibo allaana way banaantahay yastadbiru hadaba yastadbiru ha maxa u cagsi ama dibkeedu waa maxay way yastaqbilu ha dad xanaasa way yajib waxa waajiba allaa yastaqbila inaan u jeetin alqiblada xaga qiblada oo yastadbila ha ama aan u ka jeetin oo aan xaga dambe u jeedinin walaakin yushriq xaga cadeed soo bax ha u jeesto oo ay hadan lagu qoray halkana waa la baney yushriq maxaa la hoos dhigay waxa la hoos dhigay xariiq maxaa cagsigeedu yuqarrib weeyaan aw yuqarrib ama galbeed ha u jeesto labada mid waa inuu jeestaa haday meesha banaantahay weey hadii kala xamaamka sidoo u yaal ee albaabkiisu yahay ee loo fariisto u galaya ila xamaamku nidaam bulwaan u xiran yahay way yasalullaaha ilaahay bu bareeya halkaas asa lagu qoray way yuudu uu ka magan galaya bi ilaahay minan naari naarta minan naari waxa la dhigay xariiq baa la hoos dhigay way yasalullaaha halkaana waa la baneeyay intii ka dambeysay wixii ilaahay uu weydiisanayay inaan lama sheegin dabadeedna annaar maxaa u cagsiya aljannatu baa u cagsiya ama didku ah fasalisa way isalullaah ilaahay wuxuu baraya aljannatu baa baraya way yuudu bihi wuxuu ka magan galaya minan naar naarta si ta halkan waxa ku qoran way aqrifun naashu waxa uu garanaya qofka soo koraya annal mu'mina in qofka mu'minka ahi khayrun ka wanaagsan yahay minal mu'mina qofka mu'minka ad-da'ifi ee taagta daran الضعيف ما حريق الهوس لقي هل كالمؤمننا ولا بني انت كدن بيسا الضعيف ما حامركا او عكسيا القوية او عكسيا وصور نساء ويعرف حوقي هاي ان اشيو قفك داء ديارة مسلم كي كوريا ان المؤمن القوية قفك مؤمن كي حوق بضني خير انو كون عيسي هاي من المؤمن الضعيف قفك مؤمن كي ايمان كلي لكن تاك تدرن سبعة وفي دريقه مركو وضد السيس عضو يراعي وحو الى لنا يا قفك يري آداب الطريق آداب توضدو الى لنا وآدابتي وضعوا حكا مدى ويأمروا بالمعروف تدك وحا وناكسن بفريا وانا وحا وناكسن هاليال وينها وحودي دي عن مركا وقال لبني انت كده ميسا بالمعروف بقى الله هستيك حريقة هل كان بنان هدبا تعكس كده ديك بكليه وقال قرنا ياه وينها عن المنكر وحا عكس هو معروفك منكركي هل كان كبوحي ويحترم التمانية ويحترم حربانية أو حشبانية الكبير قفك وين ويرحم بعض بأن الله قرأ دبأن هو البنية هلك ضمبة الكبير بحريق الله هاس دقي عكس يدرك ويرحم الصغيرة بعض من كون سكير من حريصني ويسأل الله إله وحبريا أن يجعل من خلقه أمامه هرتيس نورا إنه قليه و أيها دنا قرأ نورا إنه قليه افتين أيضا سيدوك له دبأن حال أرنا يا أمامه بحريق الله هاس دقي مع مركات دبأن عكسه خلفه بعكسه وحق ضمبة إن الله هو خلفه وحقي صدمنا نورا إلهي كييرو أيضا أيا أو إيمان كيسران ودي لوغة تشيدو نوالبا أي إلهي بريا عشرة المسلم هل كان مسلم باكو قرن وتكتمنات وحورنا يا المسلم في كلامه وليس بكاذب بقري وحورنا المسلم وقفك مسلم كي في كلام هذا الكيسة وليس بكاذب بيانا رمها مركا هذا بكاذب محوه حصر لغي حريق كاذب كمحاو عكسيا أما ديب كيسوا محاوها سادق ولا صح المسلم صادق قف المسلم كرب كشيغا في كلام هذا الكيسه
وليس بكاذب بين علماء لكن كيس ما أقف مسلم كه ساسة دبنو لوجو بحنه تدريب تاني وليس كلابات وحيسوي ألف فهرية هاتي واحد كأنت جمع الكلمات الآتية رجال جمع عودة كان من النص هذا الكبار السوق قال سوى الجهلية واحد نجاسة مالك قرن جمعوا نجاسات نجاسوين اثنين ثوب مالك قرن وامروا أثواب وامروين ثلاثة ركعة مالك قرن ركعات ركعات اللي تكون يقولون هو جمع أربعة مرة مالك قرن وامرك ليه مرات مو جمع نقول مرر خمسة صاحب مالك قرن جمع يسوح نقول يدون اللي قادون أصحابنا مالك قرتو هالك واحد قرن ستة تمرين وحول ليلس يتوبر يجمعسي ما هم مالك القرن تمارين قالون تمارين وجمعسي ذا سبعة هالك واحد أدب مالك قرن أدب تيرق كفي عن أدب بامرك الله جمعني وجمعيا خمسة ثمانية هالك واحد قرن تقيم قف لها كبغضة جمعسي واحد قرن أتقياء كو لها كبغضة هالك واحد قرن زميل وصاحب قالون الزملاء صاحبه هالك واحد قرن حاجة أو مارت باهية حاجات قالون مركها أو باهية قفك اللي هي 11 باب هالك قرن والباب وحلو تمعنا أبواب والباب دي 12 ما أقول واجب هالك قرن وحل قفلي هي أما حل ديني هنقضه أما حل كلا أو ديني ويا بهنقضه واجب قفك صارن واجبات حلو تمعنا مركها 13 وصديح طبعا يوم هالك قرن أيام بالغ تمعنا يا هالك قرن إنسان إنسان كم مرة تمع لف دي سكرة وحلو نمركها إن ناس أم باوجدو وضدك هالك قرن ذكر ما قرن ذكر وحسك إلهي أذكار بالغتم عيادة با هاتي مراد في الكلمات الآتية من النص كوا روح وي أريادة صوص عوضة أريادة معنى النص كي قدوان أضغو أو كسو آخر جسد شركة كميدة ملابس مريحة كميدة ترك وكتك با كميدة بعد دبن يدبا كميدة درس هو عشر أصدقاء وصاحبه يؤدي وحو قبانيا رجعوا نقضي يفقدوا واي أريادة عين كاسا أريادة أولي قماء الله معنى لكن مراد اسكو معنى يهين لكالي imka tarak oo kale de yani hada imka waxa ku qor halka malaabis athwaab oo kale waa isku macno mid la macna ala kale baa lagu leeyay astiqaa oo kale ashaab waa isku macno rajaa aad uu soo noqday erayasaas oo kale la kale oo isku macnayeen walaa aqlan bisawaab wa billahi tawfiq